وهذا يقول: ما صحة قول البعض نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هذه يسمونها القاعدة الذهبية، أهل الأهواء يسمون القاعدة الكلام هذا القاعدة الذهبية، من أجل أن يبقى كل على رأيه ولا يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجع إلى ما اتفقنا عليه وما اختلفنا فيه، كل يبقى على ما هو عليه ويعذر بعضنا بعض. لا، هذا أمر لا يجوز، بل يجب أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم.